تخيل نفسك هنري بيكريل وقدامك اليورانيوم اللي انت شايف انه بيطلع طاقة من العدم، لكن وراك قانون بقاء الطاقة اللي هيخلي المجتمع العلمي كله يفرمك لو لسانك بس قرر ينطق حاجة زي كده. لو انت حطيت نفسك مكانه وقتها هتتصرف ازاي؟ السلام عليكم. وقفنا الحلقة اللي فاتت سنة 1897 لما العالم اكتشف ان الذرة مش فاضية ولا حاجة، ده جواها جزيئات صغيرة جدا في الحجم وشحنتها سالبة وسماها الالكترونات. الالكترونات اللي لما كانت بتخبط في اي معدن بتطلع اشعة ضوء، لكن الضوء اللي بيطلع منها اصغر من اي ضوء نعرفه، سموه الاشعه السينيه او اشعه اكس. الا ان قبل الكلام ده ما يحصل بسنه، باحث نيوزيلندي جات له منحه دكتوراه في كامبريدج، لكن توافق ميعاد جوازه مع ميعاد المنحه ففكس للمنحه، واللي راح مكانه طالب سعيد الحظ وعبقري اسمه ارنست رازرفورد. رازرفورد كان رايح يشتغل تحت ايد العالم جوزيف تومسون اللي كان خلاص حل لغز اشعه الكاثود وعرف انها عباره عن الكترونات، لكن العالم رغم اكتشاف تومسون كان لسه موهوم باشعه اكس اللي اكتشفها رونتجن، وده اللي خلى تومسون نفسه يقول لرازرفورد احنا هنشتغل على اشعه اكس. قال له بقول لك يا عم رازرفورد، مش الالكترونات السالبه لما خبطت في ذرات المعدن طلعت اشعه اكس؟ احنا هنشوف بقى العكس، هنشوف لما اشعه اكس تخبط في الذرات هتطلع الكترونات ولا لا. رازرفورد قال له طب وهنعمل الكلام ده ازاي؟ قال له في العادي والطبيعي الغازات ما بتوصلش الكهرباء، تعال نشوف لما هنسلط عليها اشعه اكس هتوصل الكهرباء ولا لا. لو وصلت كهرباء يبقى كده طلعت الكترونات، ما وصلتش يبقى ما طلعتش الكترونات. وبالفعل رازرفورد بدا يشتغل. رازرفورد عرض الهواء لفرق جهد فلاحظ ان ما مرش تيار كهربي، بمعنى ان الهواء عازل للكهرباء ومش بيوصلها، لكنه اول ما سلط عليه اشعه اكس لاحظ ان في تيار كهربي بدا يمر في الدايره، بما يعني ان اشعه اكس خبطت في الالكترونات السالبه اللي موجوده في الذره وطيرتها او اينت الذره، والذره نفسها اصبحت مشحونه بشحنه موجبه، وبالتالي السالب اتحرك ناحيه القطب الموجب والموجب اتحرك ناحيه القطب السالب وحصل مرور تيار كهربي في الدايره. وبالتالي رازرفورد اكتشف ان الاكس راي لما بتخبط هي كمان في الذره بتطير الالكترونات. طبعا الراجل فرح جدا وانبسط باول شغل ليه يحصل مع تومسون ونشر ورقه بحثيه بالكلام ده. بس في نفس الوقت ده هنري بيكريل كان بيضرب دماغه في الحيطه لما لقى ان املاح اليورانيوم الفسفوريه بتاثر في الافلام الضوئيه اللي عنده بنفس الطريقه اللي بتاثر بقى اكس راي على الافلام. طيب ايه الغريب في الموضوع ده؟ الغريب ان املاح اليورانيوم الفسفوريه كانت بتطلع الاشعه اللي شبه الاكس راي دي بدون ما تتعرض لفرق جهد او حتى تتعرض للضوء العادي. اشعه اكس عشان تطلع كانت محتاجه فرق جهد كهربي عشان يطلع الالكترونات من الذره تخبط في المعدن فتطلع الاشعه دي، والفسفور اللي موجود في الطبيعه ما بيطلعش ضوء الا اذا اتعرض الاول لضوء شمس، فكان هيتجنن ازاي املاح اليورانيوم الفسفوريه بتطلع طاقه بدون ما تمتص طاقه، لان مفيش طاقه بتطلع من العدم، فلابد ان الموضوع ده جوه ان بيكريل كمان كان ملاحظ ان اشعه اليورانيوم دي طاقتها اعلى من الاكس راي، واذا كانت الاكس راي بتعدي من اللحم وتسيب العظم فاشعه اليورانيوم بتعدي من العظم ومن اللحم كمان، فتوقع ان اشعه اليورانيوم دي نوع من اشعه اكس لكنه طاقته عاليه، خصوصا وان رونتجن نفسه كان قايل ان اشعه اكس طاقتها بتختلف على حسب المعدن اللي الالكترونات بتمر جواه، لان كل معدن قادر انه يبطئ الالكترون بشكل مختلف على حسب كثافته. بيكريل فضل في الحيره المستديره دي، ما كانش عارف ايه مصدر الاشعه، لكنه نشر ورقه بحثيه بالملاحظات اللي هو شافها. بعدها بفتره قصيره العالم كارل شميت اكتشف ان السوريوم هو كمان بيطلع نفس الاشعه اللي بيطلعها اليورانيوم، وبالتالي الموضوع كده ما عادش مقتصر على اليورانيوم لوحده. الرجاله نشروا الملاحظات اللي هم شافوها عشان قدرا تعثر عليها ماري كوري سنة 1897 وتقراها. ماري لما قرت البيبر وعرفت بالشغل اللي عمله بيكريل كانت شغالة على نقطة الدكتوراه بتاعتها، وقالت حلوة قوي هي دي النقطة اللي هشتغل عليها في الدكتوراه. بس إذا كان بيكريل شاف أشعة اليورانيوم عن طريق الأفلام ورازرفورد لقى إن الإكس راي لها نشاط كهربي، فلابد إن أشعة اليورانيوم اللي طاقتها أعلى من الإكس راي لازم يكون لها نشاط كهربي وبتقدر إنها تمرر التيار الكهربي جوه الغازات، وبالتالي هقدر أشوف أشعة اليورانيوم بالكهرباء مش بالأفلام، ومش بس هشوفها ده أنا هقدر أعرف كمية الإشعاع من كمية الكهرباء اللي هو بينتجها. ماري عملت باليورانيوم نفس اللي عمله رازرفورد بالإكس راي، سلطت الأشعة بتاعته على الغازات فلقى ان الغازات بقى بيمر فيها تيار كهربي. قالت عظيم، تعالى بقى نشوف كميه الاشعاع هقدر اقيسها بالتيار الكهربي ولا مش هقدر. بس للاسف التيار الكهربي اللي كان بيطلعه اشعه اليورانيوم كان تيار ضعيف، ما ينفعش ان استخدمه عشان اقدر احدد بيه كميه الاشعاع، فماري كانت محتاجه جهاز حساسيته اعلى عشان تقدر تقيس بيه الكهرباء اللي ناتجه عن التغيرات الطفيفه اللي بتحصل في الاشعاع. ويصادف يا اخي ان جوزها بيير واخوه جاك يكونوا شغالين على نوع من الكريستالات اسمه البيزو الكتريك، لما بينضغط بيطلع تيار كهربي ضعيف. والجميل في الموضوع ان
العكس صحيح، لما بتأثر على الكريستالات دي بتيار كهربي ضعيف حجمها بيتغير، وبالتالي من خلال التغير في حجمها اقدر احس بالتيار الكهربي الضعيف. عشان كده بيير وجاك عملوا من الكريستالات دي جهاز يقدر يحس بالتيارات الكهربية الضعيفة، وبالتالي كده ماري لقت الجهاز اللي هيقيس التيار الكهربي الضعيف. او يعني انا محرج اقول لك بصراحة ان الجهاز كان موجود، وان ماري اذ ربما تكون استسهلت النقطة البحثية عشان تنجز في الدكتوراه بتاعتها، لان حتى وان كان الموضوع بدأ بالصورة دي فالموضوع انتهى باعظم رسالة دكتوراه حصلت في التاريخ. المهم ان ماري بدأت الشغل واستخدمت الجهاز واستبدلت الاكس راي باشعة اليورانيوم، وبدأت تقيس التيار الكهربي اللي بيطلعه أشعة اليورانيوم. ماري لاحظت إن كمية الكهرباء بتعتمد على كمية اليورانيوم اللي موجودة في الخام، يعني لو كمية اليورانيوم اللي موجودة كبيرة فالتيار الناتج هيكون كبير، ولو كمية اليورانيوم اللي موجودة صغيرة فالتيار الناتج هيكون صغير، وبالتالي توقعت إن ذرات اليورانيوم اللي موجودة في الخام هي مصدر الأشعة دي زي ما بيكريل كان متوقع، بجانب إنها قدرت كمان تقيس كمية اليورانيوم اللي موجودة في الخام عن طريق كمية الكهرباء اللي بتطلع. ماري خلصت شغلها ونشرت هي كمان ورقة بحثية بالكلام ده. بس ماري ما وقفتش لحد هنا وبدأت تسأل نفسها، هل يعني الطبيعة دي كلها ما فيهاش عناصر مشعة غير اليورانيوم والثوريوم؟ وبناء على السؤال ده ماري بدأت تدور في كل الخامات المشعة اللي طالعة من المناجم واللي موجود منها عينات في المتاحف. بس أثناء ما هي بتدور، مين اللي عثر في الورقة البحثية بتاعتها وقراها؟ المحظوظ العبقري إرنست رازرفورد. رازرفورد قال أول إشي بونسوار. تاني إشي، مين قال إن الأشعة دي نوع من الإكس راي؟ الإكس راي عبارة عن ضوء، والضوء معروف إنه بينعكس وينكسر ويستقطب. هل أشعة اليورانيوم بتنعكس وتنكسر وتستقطب؟ تعالوا نشوف. جاب مكعب من الرصاص في فتحة بيطلع منها أشعة اليورانيوم، وسلط الأشعة دي على منشور زجاجي، واستقبل الأشعة اللي طالعة من المنشور على فيلم ضوئي عشان يقدر يشوف تأثيرها. لو كان الضوء فالضوء بينكسر لما بيمر من المنشور، وبالتالي المفترض ان اشعة اليورانيوم لو كان الضوء هتنكسر. رازرفورد لاحظ ان الاشعة ما انحرفتش لما مرت من المنشور، معنى كده انها ما انكسرتش وانها مش ضوء. بجانب انه عمل كمان تجربة تانية اكتشف ان الاشعة دي غير مستقطبة، وبالتالي الاشعة دي مش ضوء. اما بالنسبة للتجربة هي ايه وايه يعني مصطلح استقطاب الضوء، فاحنا مستضيفين الضوء بنفسه في حلقة جوه السلسلة دي، لانه جسوت مكون من مكونات الكون. المهم ان رازرفورد اثبت ان اشعه اليورانيوم ما هيش ضوء. طبعا يوسفنا بلغك ان رازرفورد كان غلطان، وان من ضمن اشعاع عينه اليورانيوم اشعاع عباره عن ضوء، لكن رازرفورد ما قدرش يكتشفه لانه كان ضوء ضعيف وما قدرش يفصله من ضمن الاشعه اللي كانت طالعه. بس رازرفورد قال ايا كانت الاشعه دي تعالوا نشوف قوتها وقدرتها على الاختراق هتكون شبه الاكس راي ولا لا. بس انا وانا بدرس الكلام ده مش هدرسه عن طريق افلام زي رونتجن، انا هدرسه بالكهرباء زي ما عملت ماري. ليه يا عم رازرفورد؟ قال لان الافلام بتاخد وقت طويل، بجانب ان الافلام مش حساسه للتاثيرات الضعيفه. وبدا رازرفورد يشتغل. رازرفورد جاب شريحه من اليورانيوم وحطها مع الغاز، فاشعه اليورانيوم عينت الغاز ولاحظ مرور تيار كهربي زي ما حصل مع ماري. بعد كده جه وغطى شريحه اليورانيوم بشريحه من الذهب وشاف التيار الكهربي من جديد. رازرفورد لاحظ ان التيار الكهربا قال عن التيار اللي كان بيطلعه اليورانيوم وهو مش متغطي بالذهب، معنى كده ان شريحه الذهب كانت قادره انها تحجز شويه من الاشعه، بس عشان سمكها كان قليل ما منعتهاش كلها. قال خلاص تعالى بقى نزود كمان ورقه ذهب. زود كمان ورقه لان التيار قل اكتر. طب نزود ورقه ثالثه لان التيار قل اكتر واكتر، وفي كل مره كان التيار اللي بيقل بيتناسب مع سمك الورقه اللي هو كان بيحطها. قال لك حلوه اللعبه دي، تعالى بقى نزود الورقه الرابعه. لاحظ ان التيار الكهربي ثبت وما عادش بيقل. طب الخمسه التيار ما بيقلش. طب الستة التيار برضو ما بيقلش. قال خلاص بلاش الذهب، تعال نجرب الالومنيوم، لان اللي حصل مع الذهب هو نفسه اللي حصل مع الالومنيوم بالحرف، الالم زاد والالم قل، حتى ورق الفلوسكاب العادي لما استخدمه لانه بيطلع نفس النتائج. فرازرفورد قال ان الكلام ده ملوش غير معنى واحد، كده اليورانيوم بيطلع نوعين من الاشعه مش نوع واحد، نوع ما بيمرش من الذهب والالومنيوم والورق وده اللي كان بيقل مع زيادة عدد الشرايح، ونوع تاني بيقدر يعدي من الحاجات دي وما بتقدرش تمنعه. عشان كده لما كنت بزود شرايح ما كانش بيقل، وسمى الاشعه اللي قدرتها على الاختراق ضعيفه وما بتقدرش تعدي باشعه الفا، والاشعه اللي قدرتها على الاختراق عاليه وبتقدر تعدي باشعه بيتا. ودي كانت اول مره الاشعه دي تاخد اساميها عن طريق رازرفورد. بس رازرفورد قلبه كان حاسس ان في نوع ثالث من الاشعه بيطلعه اليورانيوم، الا انه ما كانش قادر يتعرف عليه. بس حتى وان كان عارف ان اليورانيوم بيطلع نوعين من الاشعه الفا وبيتا، فالنوعين دول عباره عن ايه وبيطلعوا منين؟ ما كانش يعرف. وفضلت الاسئله دي لحد هذه اللحظه اسئله مبهمه وملهاش اجابات، الا ان ماري وهي بتدور جوه الخامات المشعه
لقت خام عجيب موجود جواه يورانيوم اسمه البيتش بليند. الخام ده لما كانت ماري تيجي تقيس الاشعاع بتاعه تلاقيه اعلى من اشعاع اليورانيوم اللي موجود جواه، بمعنى تاني ان اليورانيوم اللي موجود في الخام بيطلع اشعاع اقل من الخام ككل، وبالتالي توقعت ان الخام ده موجود جواه عناصر مشعه تانيه غير اليورانيوم. مش بس كده، دي اشعاعها كمان اكبر من اشعاع اليورانيوم. قالت يا نهار اسود الحقني يا بير يا اخويا. قال لها في ايه يا قلبي؟ قالت له قلبك ايه ونيلي ايه دلوقتي؟ البتاع ده جواه عنصر مشع تاني غير اليورانيوم. لكن بير لما شاف اللي بيحصل ساب شغل الكريستالات وقرر يكمل مع ماري في سكه العناصر المشعه. وبالفعل سنة 1898 بير وماري بطرق كيميائية قدروا يفصلوا من جوه الخام عنصر تاني مشع شبه البيزموس، لكنه كان مختلف عنه تماما في عناصر كيميائية ومختلف عن أي عنصر تاني يعرفوه، فسموه البولونيوم نسبة لبولندا اللي ماري منها. ومع إن البولونيوم كان نادر جدا في الخام إلا إن إشعاعه كان يفوق اليورانيوم ب 400 مرة. بس حتى بعد فصل اليورانيوم والبولونيوم الخام كان لسه مشع اكتر من الاتنين مع بعض، وبالتالي توقعوا ان لسه في عنصر تاني موجود جوه الخام وهو ده اللي مسؤول بشكل رئيسي عن اشعاع البيتش بليند. وبطرق كيميائيه صعبه جدا وبمجهود مضني قدروا يفصلوا العنصر ده من جوه الخام، وعشان اشعاعه كان كبير جدا سموه الريديوم المشتقه من كلمه ريز او اشعه. الريديوم كان صعب جدا في فصله وطلع عينيهم حرفيا، عشان يقدروا يفصلوا اقل من جرام منه كانوا بيشتغلوا على اطنان من الخام، وكانوا بيعانوا في تدويب اطنان الخام دي وفي تبخيرها وفي تنقيتها من الشوايب وكميه من الخطوات الكيميائيه المعقده اللي كانوا في نهايتها بيطلعوا بالريديوم. الريديوم اللي كانت خواصه الكيميائيه ما قابلوهاش قبل كده، وكان لما بيتحرق بيطلع طيف عمرهم ما شافوه، وبالتالي عرفوا ان ده عنصر جديد من عناصر الطبيعه. ومع ذلك الريديوم اللي كان بيطلعه ماري وبيير ما كانش ناقي بصوره كامله، دول فضلوا يشتغلوا لمده 4 سنين متواصله لحد سنه 1902 عشان يطلعوا بعينه ريديوم نقيه ويتعرفوا منها على وزنه وخواصه الكيميائيه. وطبعا انت هتموت وتعرف ازاي كانوا بيوزنوا العناصر في الوقت اللي كانوا لا يعرفوا فيه نواه ولا بروتونات. وانا معاك والله الموضوع ممتع، عشان كده هتلاقي في الحلقات الجايه. بس لحد السنه اللي وقفنا عندها تحديدا سنه 1898 الريديوم كان مفصول لكنه بصوره غير نقيه، والمعلومات اللي معروفه عنه كانت محدوده. ومع ذلك اكتشاف ماري وبيير للريديوم خلاهم حديث العالم. اذا كانت اشعه بيكريل اللي العين ما بتشوفهاش بتطلع بدون مصدر طاقه خارجي، فالريديوم حرفيا كان بينور بدون مصدر طاقه خارجي، وكان دايما سخن وما بيبردش وبيحرق الجلد لو اتساب عليه. عايز اقول لك ان بيير كوري كان بياخده معاه المحاضرات ويلسع بيه جلده قدام الطلبه عشان يوريهم الريديوم اللي بيطلع طاقه بدون مصدر طاقه خارجي، ده غير ان ماري كانت بتحطه جنبها بالليل على الكومودينو وهي نايمه عشان يطلع ضوء ضعيف شعاري تقدر تنام عليه. ماري وبيير ما جاش على بالهم ان الاشعاع اللي بيطير الالكترونات من الذره وبيعمل فيها اكتر ما بتعمل الحراره هو كمان بيدمرهم، لانهم في النهايه عباره عن ذرات. لكن فرحتهم باكتشاف الريديوم خلتهم يتصرفوا بالطريقه دي بدون ما يفكروا في الاثر الصحي الضار للاشعه دي. ومع ان ماري وبيير هم اللي اكتشفوا الريديوم الا ان عالم الماني اسمه فريدريك جيزل قدر يوصل لطريقه كيميائيه ينقي بيها الريديوم بصوره افضل من اللي طلعها بيير وماري. بس جيزل كان من نوعيه جيسلر اللي لما لقى لمبه نورت باعها، كان من رواد مدرسه الجنيسه بقى الكرنان. اول ما قدر يفصل الريديوم ما اشتغلش عليه وبدا يتاجر فيه، خصوصا وان العالم في الفتره دي كان بيتهافت على الريديوم عشان يقدر يشتغل عليه. عايز اقول لك ان سعر الجرام الواحد منه وصل لما يعادل 60,000 دولار في وقتنا الحالي، وده طبعا خلى جيزيل يعمل ثروه مهوله في فتره قصيره. طب خلاص شاطر يا جيزيل، حد بقى هيقول لنا الاشعه دي عباره عن ايه وايه مصدرها؟ لكن صوت صرصور الحقل كان هو الرد الوحيد على اجابه السؤال ده وقتها. سنة 1899 عالم اسمه إليستر وعالم اسمه جاتيل قالوا يلا بينا نشتغل عشان نلحق أي حاجة من التورتة، وقرروا إنهم يدرسوا الخواص المغناطيسية لأشعة اليورانيوم. لكن عينة اليورانيوم اللي كانت معاهم كان إشعاعها ضعيف وما قدروش يلاحظوا إنها بتتأثر بالمجال المغناطيسي. إلا إن في نفس السنة ستيفن ماير وإيجون شويدلر قالوا لنا نشتغل على أشعة اليورانيوم الضعيفة في حين إن أشعة الريديوم القوية موجودة، وبالفعل درسوا تأثير المجال المغناطيسي على أشعة الريديوم. ماير وشويدلر لقوا إن الريديوم بيطلع نوع من الأشعة نوع بيتأثر بالمجال المغناطيسي وبينحرف زيه زي الكاثود ريز أو الإلكترونات، وبالتالي مشحون بشحنة سالبة، والنوع التاني ما بيتأثرش بالمجال المغناطيسي بما يعني انه غير مشحون. بير لما عرف بشغل الرجاله دي سال نفسه يا ترى الاشعه اللي بتنحرف دي هي اشعه بيتا ولا اشعه الفا؟ فقال مش رازرفورد لقى ان المعادن بتوقف اشعه الفا؟ احنا نحط شريحه من المعدن قصاد الاشعه بتاعت الريديوم، وبالتالي الشريحه دي هتمنع اشعه الفا من المرور وهتعدي بيتا. بيتا اللي عدت دي هنسلط عليها مجال مغناطيسي ونشوف هتنحرف ولا لا. بير لما عمل التجربه لاحظ ان الاشعه اللي عدت من شريحه المعدن هي اللي انحرفت في المجال المغناطيسي، وبالتالي
أشعة بيتا هي اللي بتنحرف وهي اللي مشحونة بشحنة سالبة واحتمال تكون إلكترونات. لكنه لاحظ كمان إن في أشعة تانية عدت من شريحة المعدن بشكل مستقيم وأثرت في الفيلم. قال لك بسيطة، لو أشعة بيتا دي عبارة عن إلكترونات فبالتالي لما خبطت في المعدن طلعت إكس راي، والأشعة التانية دي هي إكس راي. طبعا لو فرضية بيير كانت غلط وأشعة بيتا مش عبارة عن إلكترونات، فالأشعة اللي عدت بشكل مستقيم دي مش هتكون إكس راي، وبالتالي لازم نتأكد إن أشعة بيتا دي عبارة عن إلكترونات. بس واحد هيقول لي هو ماير وشويدلر كانوا هيتشلوا يعني لو كانوا حطوا شريحة من المعدن وعرفوا ألفا ولا بيتا هي اللي بتنحرف في المجال المغناطيسي؟ هقول لك يا معلم الكلام ده أنت بتقوله في الواسع وأنت سايب إيدك. بيكرين لما اكتشف أشعة اليورانيوم كان كل العلماء بيتسابقوا عشان يشتغلوا عليها، كل واحد عايز يطلع بنتيجة وينشر ورقة بحثية. كل اللي حكيته لك ده حصل في ظرف سنة ونص سنتين، احنا لسه في 1899 وتومسون لسه مكتشف الالكترونات اول امبارح، ده مازال في ناس اساسا بتشكك في اكتشاف تومسون. في نفس السنة عالم اسمه بول فيلارد حب يتأكد ان اشعة بيتا فعلا عبارة عن الكترونات ويشوف اذا كان في نوع تالت من الاشعة غير الفا وبيتا بتطلعوا العناصر المشعة. قال مبدئيا كده عشان نتأكد ان الاشعة اللي مرت بشكل مستقيم دي عبارة عن اشعة اكس ومش اشعة تانية، انا مش هطبق مجال مغناطيسي وهخلي الشريحه المعدنيه اللي بتسقط عليها اشعه الراديوم مايله بزاويه 45 درجه. ليه يا عم فيلارد؟ قال في كل الاحوال اشعه الفا كده كده هتحجب مفيش منها مشكله. نيجي بقى لاشعه بيتا. لو اشعه بيتا فعلا عباره عن الكترونات والالكترونات دي سقطت على شريحه المعدن اللي مايله بزاويه 45 درجه، فاشعه اكس هتطلع منها بنفس ميل الشريحه ومش هتعدي بشكل مستقيم، لكن في حاله انها مرت بشكل مستقيم فده معناه ان اشعه بيتا كده مشحونه بشحنه سالبه لكنها مش الكترونات، وفي الحاله دي برضه الاشعه اللي مرت بشكل مستقيم مش هتكون اكس راي وهتكون نوع ثالث من الاشعه. فيلارد عمل التجربه ولقى ان الاشعه اللي خرجت من الشريحه المعدنيه خرجت بنفس ميل الشريحه، معنى كده ان اشعه بيتا اللي سقطت على المعدن كانت عباره عن الكترونات وبالتالي خرجت اكس راي بنفس ميل الشريحه. بس لاحظ برضه ان في نوع من الاشعه مر بشكل مستقيم. قال يا جماعه دي مش اشعه جديده ولا حاجه، ده عشان انا مش مطبق مجال مغناطيسي فاشعه بيتا اللي عدت من المعدن حرفتش لان قدرتها على الاختراق عاليه زي ما انتم عارفين. بس كده برضو لو في نوع ثالث من الاشعه هيطلع مستخبي وراء اشعه بيتا اللي عدت من المعدن وبالتالي مش هقدر اتعرف عليه. تعمل ايه يا واد يا فيلارد؟ قال لازم الاول اتخلص من الاكس راي لانها مشتتاني، تاني حاجه امنع اشعه الفا، بعد كده احرف بيتا بالمجال المغناطيسي وبالتالي لو في اي اشعه تانيه موجوده معايا هتبان. طب هتتخلص من الاكس راي ازاي؟ قال سهله، بدل ما توقف اشعه الفا بشريحه من المعدن وقفها بورقه فلوسكاب، وبالتالي الورقه لما هتسقط عليها اشعه بيتا مش هتطلع اكس راي. وبالفعل شال شريحه المعدن وحط مكانها ورقه فلوسكاب وطبق مجال مغناطيسي، وبكده ضمن ان اشعه الفا اتمنعت. ولاحظ ان بيتا عدت من الورقه وانحرفت بالمجال المغناطيسي، ولقى ان الفيلم معلم عليه نوع ثالث من الاشعه مش في خط مستقيم وما انحرفش بالمجال المغناطيسي، معنى كده ان انا فعلا معايا نوع ثالث من الاشعه، والاشعه دي مش اكس راي لان ببساطه الورق ما بيطلعش اكس راي. فيلارد حب يشوف قدرة الأشعة التالتة دي على الاختراق، فبدأ يزود في ورق الفلوسكاب عشان يحاول يقلل من شدتها، لكنه كان بيلاحظ إن اللي كان بيقل هو أشعة بيتا، والنوع التالت من الأشعة ده ما كانش بيتأثر على الإطلاق، حتى لما استبدل الورق بشريحة سميكة من الرصاص وقفت أشعة بيتا بالكامل، لاحظ إن الأشعة التالتة دي شدتها ما اتأثرتش، معنى كده إن الأشعة دي قادرة تمر وتخترق كل حاجة تقريباً، وبالتالي توقع إن النوع التالت من الأشعة ده عبارة عن ضوء. الضوء اللي ما قدرش يكتشفه ارنست راذرفورد بالمنشور. بس بول فيلارد قال ان الضوء ده اصغر من الضوء العادي واصغر كمان بكتير من الاكس راي لانه حرفيا قادر ان هو يمر من كل حاجه. راذرفورد اول ما سمع باكتشاف بول فيلارد قال بما اني عندي اشعه الفا واشعه بيتا اللي هم اول وتاني حرف في الحروف اللاتينيه فانا هسمي الاشعه دي باسم ثالث حرف من اللاتينيه جاما او اشعه جاما. وبقى معروف من وقتها ان العناصر المشعه بتطلع ثلاث انواع من الاشعاع، اشعه الفا اللي اي حاجه تقريبا بتمنعها من المرور وبالتالي كان متوقع ان هي عباره عن جسيمات وكبيره في الحجم، واشعه بيتا اللي هي عباره عن الكترونات لكن طاقتها عاليه وقدرتها كبيره على الاختراق لكن الرصاص بيوقفها، واشعه جاما اللي هي عباره عن ضوء لكنه ضوء اصغر بكتير جدا من الضوء العادي ومن اكس راي لذلك قدرته على الاختراق رهيبه وبيعدي من كل حاجه تقريبا. راذرفورد زي ما كان مش قادر يشوف اشعه جاما في تجربته المنشور ما كانش قادر يشوفها برضه في تجربه شرايح الذهب عن طريق الكهرباء،
لان اشعه جاما زي ما قلنا صغيره جدا، فاحتمال انها تعدي في الذره وتخبط في الكترون وتطيره ده احتمال ضعيف، وبالتالي كان صعب عليه يكشف عن اشعه جاما رغم ان طاقتها عاليه جدا عن طريق الكهرباء. بس حتى وان كان لغز اشعه بيتا ولغز اشعه جاما اتحلوا، فلسه في اسئله كتيره جدا ما اتحلتش، زي ايه هي اصلا اشعه الفا؟ وليه اشعه بيتا طاقتها اعلى من الالكترونات اللي كانت موجوده في اشعه الكاثود؟ بجانب اهم سؤال لسه ما حدش جاوبه حتى الان، الاشعه دي جايه منين ومصدرها ايه؟ لان طبعا ما ينفعش ومحدش يقدر يقول ان الاشعه دي بتطلع من العدم، فكان لازم وجود اجوبه على كل الاسئله دي. في نفس الفتره بعيدا عن المعارك اللي كانت بتحصل في انجلترا، عالم اسمه بوبي اوين كان شغال في جامعه ماجيل في كندا، قال انا هبعد عن زحمه اليورانيوم والريديوم وهشتغل على السوريوم، اولا لان محدش كان شغال عليه، ثانيا لان اشعاعه كبير ومش هيعرفنا في دراسته. وبالفعل اشتغل على عينات من السوريوم اوكسايد وبدا يقيس الاشعاع بتاعه، لكنه لاحظ ان التيار اللي بيطلعه عمال بيلعب، شويه بيزيد وشويه بيقل وبشكل عشوائي، فقال لك ما هو يا اما انت يا عم السوريوم مشع وبالتالي هتطلع تيار ثابت، يا اما مش مشع ومش هتطلع تيار، انما تشع وقت ما تحب وما تشعش وقت ما تحب وشغل الهرمونات ده تبع البيولوجي مش تبع الفيزياء، وبالتالي كان محتاج يعرف هو كمان تفسير اللي بيحصل. رذرفورد سنه 1900 ساب هو كمان انجلترا وساب جامعه كامبريدج وقال لك لن اعيش في جلباب تومسون، وسافر يشتغل في جامعه ماجيل في كندا وكون هو كمان فريق بحثي خاص بيه. رذرفورد قابل مين هناك؟ بوبو اوين بتاع الطيار اللي بيلعب، فحكى له على اللي حصل. رذرفورد قال له بقول لك ايه؟ ما تقفل الراوتر وتفتحه. قال له نعم. قال له سوري باب المعمل، اقفل كده باب المعمل وافتحه. اوين راح قفل باب المعمل وفتحه. رذرفورد قال له خلاص لقيتها. بس ايه هي اللي لقيتها يا عم رذرفورد؟ قال هذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه. وبالتالي عشان تعرفها انت كمان لازم تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل. سلام.